ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معنا ومعكم عبد الله سمارت من امام كاميرا تليفونه. الفيديو ده هوريكم فيه لما اروح مشواري بالعجله ولا مواصلات هيبقى احسن، وايه اللي هستفاده لما اروح مواصلات، وايه اللي هستفاده لما اروح بالعجله. طبعا هتشوفوا الطريق، انا تقريبا هعمل مشوار 18 كيلو، 9 رايح و9 جاي من عندنا لحد سيتي سنتر وهرجع تاني. اتفرجوا على الفيديو وقولوا لي رايكم. وطبعا في حاجه عايز اقول لكم عليها، انا ما بعملهاش في الفيديوهات اللي فاتت بس بلاقي الناس كلها بتعملها، اللي هو بيقول لك ايه، اعمل لي سبسكرايب واعمل لي لايك واعمل لي شير والحاجات دي. انا ما اعرفش هم ليه بس اقول لكم المره دي بقى عايز سبسكرايب وشير ولايك والحاجات دي بقى عشان اشوف هم ليه يعني بيتعملوا ليه. وصل سيتي سنتر بعد ساعة تقريبا، ساعة بالظبط. تمام، طبعا انتوا شفتوا كده وانا جاي مشوار مواصلات. الفيديو ده بصوره علشان هوريكوا ازاي لما تروح مشوار او تروح شغلك بالمواصلات، ايه اللي هيقابلك في الطريق، وبتتعامل مع كام شخص، بتركب مواصلات قد ايه، بتدفع فلوس قد ايه، وايه اللي هيحصل لما تبدل ده بالعجلة وتيجي شغلك او تروح مشوارك بالعجلة. هتتعامل مع ناس قد ايه؟ مش هتتعامل تقريبا. رياضة هتفيد نفسك، هتظبط صحتك وهتبقى عندك لياقة بدنية كويسة، وغير كده هتوفر فلوس. يعني انا دافع وانا جاي دلوقتي 10 جنيه للتوك توك و5 جنيه في الميكروباص و5 جنيه للكمامة، وانا راجع هدفع زيهم 5 جنيه في الميكروباص و10 للتوك توك تاني. يبقى انا بدفع 30 جنيه مواصلات في مشوار ما يكملش 20 كيلو، تقريبا 18 كيلو. فهتشوفوا طبعا يعني هوفر 30 جنيه. طب ال 30 جنيه دول بدل ما ادفع مواصلات اكل بيهم، اجيب لي بيهم سندوتش، اجيب لي بيهم علبه عصير معاه واكلهم، يبقى انا فدت صحتي وكلت بدل ما ادفعهم في المواصلات حاجه ملهاش لازمه وزحمه وخنقه والدنيا ما بتبقاش حلوه. يعني الواحد بيزهق قبل ما تروح شغلك او تروح مشوارك بتكون زهقت. استنوا بقى في الجزء الجاي من الفيديو، وانا جاي بالعجله، هاجي نفس المشوار بالعجله بكره ان شاء الله، هاجي نفس المشوار بالعجله عشان تشوفوا ازاي مواصلات ولا عجله، وتقرروا انتوا بقى. مكنتش حابب خالص انها تتخرم بس عملتها معايا، اتخرمت. هقعد الحين بقى واكمل المشوار تاني. صباح الفل عليكم ومساء الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد الله سمارت من قلب سيتي سنتر الماظه. انا النهارده طبعا عملت لكم المشوار هو بس بالعجله عشان تعرفوا ازاي اروح مشواري بالعجله ولا مواصلات هيبقى احسن. وصلت تقريبا، انا ما حسبتش الوقت بالظبط، بس تقريبا في ساعه الا ربع وصلت هنا سيتي سنتر. جبت علبة عصير
5 جنيه عصير قصب وانا جاي، وجبت شوكولاتايه 5 جنيه برضو هتشوفوهم في الفيديو ورا، وكده يبقى 10 جنيه. هجيب لي بقى سندوتش ب20 جنيه من ماك، يبقى ادي 30 جنيه، وهرجع تاني بقى على طول، وهيبقى كده زي الفل. المشوار اتعمل وخلصت الفيديو. دلوقتي خلاص انا خلصت، اشتريت كوتشي من ديكاتلون، وهاخد العجله وارجع وهنهي الفيديو على كده. هتشوفوه وتقولوا لي رايكم، وعايز الناس كلها اللي معاهاش عجله وهتشوف الفيديو ده يا ريت تفكروا ان انتوا تشتروا عجله. ولو حد عايز يشتري عجله وناوي على كده يكلمني، وانا هساعده ازاي يشتري وازاي يجيب ويجيب منين. سلام.